الثالثة بتوقيت جرينتش، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي ام سي، أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء على إقامة متابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. سيادة اللواء، برحب بحضرتك معي عبر الهاتف مباشرة، يعني تفاصيل أكثر بشأن المنطقة الحرة التي وافق مجلس الوزراء على إقامتها بنويبع. ألو، سيادة اللواء، مع حضرتك تسمعني؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تفضل. إحنا طبعا بالنويبع إحنا طبعا بنهتم بيها دلوقتي، بنعملها في تحديدا ما طرق. أود أن أسأل حضرتك عنه، أهمية هذه المنطقة في ربما خلق فرص عمل للشباب، خاصة وأنه بالظبط. حضرتك ذكرت مسألة السياحة وهي مسألة طبعا في غاية الأهمية. من الموجزة أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.